رجعنا لكم بعد الفاصل، اهلا بيكم معانا مره تانية ببرنامج اسعد قلبك مع الشاذلي. الفقره اللي معانا دي الفقره الجميله اللي كلكم بتستنوها، فقره ضيوف الشاذلي. معايا النهارده ضيفه عزيزه علينا جدا، سبق وتعاملنا مع بعض قبل كده في اكتر من شغل وحاجات كتير، ودايما بلاحظ ان هي بيبقى ليها اطلاله مميزه وبيبقى ليها دايما اثر جيد في اي مكان هي بتبقى موجوده فيه، دايما لازم تسيب علامه فيه كويسه جدا. نحب نرحب معاكم بدكتورة مروة حسن. ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، نورتي الدنيا. شكرا على المقدمة الحلوة دي. الله يخليك يا رب، دي أقل حاجة. اولا مبروك على البرنامج، بجد انا شايفة البرنامج حلو جدا، هادف قوي، حاسة ان انت منظم الدنيا جدا، حتى الاسامي بتاعت الفقرات انا سابق ان انا قلت لك بجد بحييك عليها، ربنا حاجة يخليك، مبهجة كده يعني. ربنا يخليك بالتوفيق يا ويسعدك رب يا ان رب. شاء الله. منورانا النهاردة. ده نوركو. بصي، هو كل مرة بنقول دي فقرة ضيوف الشاذلي، بس المرة دي لا ده بجد البيت انت بيتنا. فخلينا نتكلم كده بقى، نسيب الورق ونسيب احنا الكلام ده النهارده طالعين نتكلم وبراحتنا بقى. نفتح قلوبنا كده بمعنى اصح. تمام. فتره عصيبه كلنا بنمر بيها، بس كلنا علينا واجب مهم جدا مهما كبرنا او صغرنا في السن او في الشغل او في اي حاجه. فتره كل واحد فينا ليه دور، حتى بالظبط. الام مع اطفالها، الاب مع اولاده، المدرس مع الطلبه بتوعه حتى لو اونلاين، الاعلامي مع الجمهور اللي بيتفرج عليه ويحبه حتى لو على الفيسبوك. بالظبط. بنقابل ايجابيات وسلبيات بشعه في الفتره دي، بصراحه حاجه بتضايق جدا وبتعصب جدا، مع ان ده مش وقته ولا ده اللي احنا منتظرينه من بعض. بالظبط. يعني وزايد احنا في التركيز فتره، على السلبيات فعلا. بالظبط احنا في فتره كميه الانتقاد لكل حاجه بطريقه مش طبيعيه. طلعنا حظر، لا الحظر بدل ما يبقى 7 يبقى 3. طب يلا نطلع اشاعه بال3. طلع الحظر بال3، طب انتظروا الحظر بتاع 24 ساعه. على ولما الناحيه بيطلع الثانيه، محدش بيرضى، لسه يعني كنت هقول المشكلة لك في كده. على الناحيه الثانيه، ازاي يا جماعه؟ طب فين الناس العماله اليوميه اللي على راسنا؟ طبعا كلنا لازم ناخد بالنا ان في طبعا. ناس كتير جدا اتاذت. على فكره المليونير اتاذى، بالظبط. رئيس الدوله اتاذى، كل طبعا ال مع فارق اه اه الكوارث اللي حصلت عند كل حد فينا، كلنا اتأذينا، مفيش بالظبط. حاجة اسمها ده مأمن نفسه، مفيش مسؤولية حاجة كمان، اسمها، يعني كلنا علينا مسؤولية اللي على مسؤوليات. عاتقهم. طبعا ربنا يوفق بالظبط الجميع، خصوصا القيادة السياسية بتاعتنا بالظبط، قايمة وبجد بقدم لهم أكبر تحية حقيقي والله العظيم كمواطنة مصرية. أكبر فترة احنا شفنا فيها الرئيس، الوزارة، الجيش، الشرطة، طبعا وتحية كبيرة جدا 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 للجيش الأبيض، حيهم بجد حقيقي والله. والله والله، وأنا بتكلم عنهم وأنا بقرأ بوستاتهم أنا كواحدة منهم والله العظيم فعلا، يعني مجهود جبار، يعني عملوا اللي احنا 1000 مرة بنفكر قبل ما ننزل الشارع. الناس دي مجبرة تنزل، على الناس خط دي الخطر عامة. غصب عنها بتنزل وبحب، حب. هو ده بقى الفرق. هتلاقي ناس كتير قعدت في البيت، اللي كان بيتصور جنب العربية اللي ما فيش منها غير 5 6 في العالم قاعد في البيت، اللي كان بينزل يبقى مبسوط جدا بعدد الفانز والفولورز كلنا عارفين احنا بنتكلم في ايه، أكيد. كلهم قاعدين في البيت. بالظبط. لا احنا في ناس حقيقي حقيقي الفترة دي، على قد ما هي فيها كم مساوئ كتير جدا، لكن احنا لازم ناخد بالنا قوي من ايجابيات كورونا. أيوه. اول ما اتكلمت عن الجمله دي الناس استخفت جدا بيا وقالت لي يعني ايجابيات كورونا ايه، ده احنا بيتنا مخروب، وده احنا خدنا الموضوع طبعا كشعب مصري العادي بتاعنا ان احنا بنهزر وبنقلش طول الوقت. لا كورونا ليها بس ايجابيات، هي كفاية إن هي قعدت الأسرة مع بعضها لأول قعدت مرة الاسره من مع فترة بعض، طويلة. رجعت العالم عالم، أكيد. رجعت دور. الدكتور لمقامه، تمام. رجعت الوزاره والناس الدارسه واللي فاهمه، كلنا خدنا مناصبنا، رجعت العالم الناس تسمع له مش بالظبط. تستهين بكلامه وتستظرف دمها إحنا عليه. بنسمع ناس دلوقتي بتدور على فيديوهات سابقة للدكتور مصطفى محمود برافو عليك والدكاترة وغيرهم. برافو عليك. كلنا كنا عارفين في ناس حتى في الوزارة كان بينزل عليهم كمية هزار وكمية تنمر غير مقبولة من فرد لفرد، يعني من مواطن لمواطن. قد ايه الناس دي النهاردة رجع لها حقها تاني؟ الحمد لله. نتمنى دايما ان هم، يعني كل واحد بياخد فعلا
وضعه في الدور اللي هو بيقدمه يكون بياخد وضعه صح فيه. المقاييس اتعدلت، اه في خسائر كتير طبعا، ما ينفعش حد فينا يقول ان احنا مش خسرانين، ما ينفعش حد فينا يقول ان احنا مش قلقانين، لكن لا، في حاجات كتير حلوه، في حاجات كتير. معلش اللي زعلان قوي ان كلنا زعلنا وكلنا تاثرنا، وربنا عالم كل واحد فينا كمسلم او مسيحي الضرر اللي عم علينا النفسي من قفل الكنائس والمساجد. طيب نشوف حكمه ربنا ايه، نمشي في الجزء الايجابي وبلاش الجزء السلبي، كفايانا سلبيات في حياتنا. نشوف ليه ربنا عمل كده، ايه الحكمه اللي احنا المفروض ان ربنا عايز يخلينا ناخد بالنا منها. اظن كلنا الرساله وصلت، كلنا الرساله وصلت. شيخ الازهر اكيد بيغلط، اي شخص مواطن عادي، لا اصل في ناس كتير طلعت قالت لا، طب واحنا ايه ذنبنا، احنا ما بنعملش حاجه غلط، كلنا بنعمل حاجات غلط نسبيه صح، بس كلنا بنغلط، كلنا جوانا مميزات وعيوب. يا رب تفضل المميزات اكتر ونقرب لطاعة ربنا اكتر و و و، بس في حاجات تانية غير ان احنا نتدين اكتر ونقرب لربنا، لا في ناس فعلا احنا ما كناش شايفينها. هنبتدي من اهالينا اللي في البيوت اللي ما كناش بنقعد معاهم، واحنا طبعا طول الوقت قاعدين برا البيت وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. اكيد طبعا الفترة دي جمعتنا مع بعض، وبرضو ظهرت القلش والهزار طول الوقت ان الراجل يعني طلق عدل مراته الطلاق بدل 3 مرات ل 30 مره في اليوم. جميل الهزار وحلو جدا، بس هو حقيقي في ميزه ان احنا قعدنا مع بعض، سمعنا بعض، رجعنا لبعض تاني. بس تقرير من منظمه الصحه العالميه امبارح برضه بيشير الى الموضوع بتاع ضروره ان اي حد بيتعرض لعنف اسري سواء اطفال او سواء زوجات يتوجه بطلب المساعده. طبعا خط نجده الطفل لازال موجود. شابوه بجد على ان انا بطلع رقم تليفون ينقذ حياه. أكيد. ان كنت تعبان، ان كنت بتتعرض لعنف او تنمر، ان كنت عندك اي مشكله بتبتدي، ان كنت شايف ضرر في الشارع ومش عارف تعمل ايه، لا معاك رقم ان انت تقدر توصل لكل حد. يا جماعه فعلا والله العظيم انا كمواطن مصري ممكن ما عداش علينا كتير، بس احنا عدينا على حصلت معانا يعني اللي هي ثوره ثورات قبل كده اللي هي 2011 والكلام ده كله، بس المشكله ان احنا ما كناش لامسين قوي وجود الوزاره والجيش والشرطه حوالينا بالطريقه دي. بالزبط. حقيقي بجد. بالزبط. والله بالزبط. دور الاعلام طبعا بامانه بمنتهى المصداقيه، كلنا اخذين بالنا ان الناس قايمه بدورها على اكمل وجه وبمصداقيه جدا، يعني نسبه عاليه الفتره جداً دي من الشفافيه والمصداقيه جدا. في ناس طبعا طبيعي بتاعنا ان احنا طالعين ننتقد ان الناس بتخوفنا، ما احنا الناس بتخوفنا عشان احنا بدانا نخاف، لان احنا بدانا الاعداد كل يوم بتزيد. ده طبعا دليل على كم الاستهتار المستفز، كم الاستهتار الاجازه. هو بمجرد بصراحه ما سمعنا الاغنيه بتاعت رمضان جانا ابتدت تنتشر على القنوات. طيب. واحنا ابتدينا ندور على اليميش امتى. طب خافوا ان انتوا تنزلوا رمضان وتصلوا في رمضان، يعني لازم نبقى كلنا حريصين على كده. لغايه النهارده احنا ممكن باذن الله الغمه دي تتشال ويعني نتبسط بدخول رمضان علينا. اكتر من كده لا، ما هو بالمنطق انا مش بخوف حد. أكيد. بس احنا بالمنطق بالبلدي كده زي ما انا وانت قاعدين بنحسبها مع بعض، بعد ظهور اخر حاله هنقعد 14 يوم لغايه ما الحاله دي تتعافى. يعني احنا لازم نسمع ان بيان الصحه العالميه ان احنا عدد الحالات في مصر زيرو، نبتدي نحس بقى ان احنا خلاص وبقينا مبسوطين. نتمنى فعلا ان احنا نسمع الخبر ده في اسرع. بالظبط. لكن ما ينفعش ابقى اخده اجازه والحكومه عامله حظر وانا نازل بحور منتزه. انا بتكلم طبعا على اسكندريه والسخنه. يعني يا جماعه بجد، طب نعمل ايه اكتر لا من كده؟ لا، في ظاهره كمان لذيذه بقت دلوقتي، الشباب مثلا او البنات بيجمعوا بعضهم في مكان، بيتجمعوا في مكان، فبالتالي بيجي عليهم وقت الحظر فبيباتوا كلهم في المكان ده. يعني بجد احنا بجد شوفي بقى كل واحد بيرجع بيته وفتح المسجد حته صغيره والناس بتخش بسرعه عشان ما حدش يشوفهم ويخشوا يصلوا. هو الموضوع مع على فكره هم ما بيحرموش الدين ايا كان بقى نوع الدين ايه، احنا بنقول ما ينفعش نتجمع علشان التجمع والاختلاط بيعمل مشاكل. احنا حتى كتيم هنا عند كلنا اللب بعيد عن بعض الزحمه عند اللب والسوداني ساعه الحظر دي بقى مش عايز اقول لك، مش قادره اصدق والله. قبل الحظر ما يبتدي مش قادره اصدق تلاقي الناس كلها واقفه وكلهم مدين فلوس كده وايديهم نفسهم في نفس بعض، نفسهم قبل ما يلحق ولب. يعني كلهم غلط.
يعني كلهم غلط. والله بجد حاجة تضحك. المشكلة برضو ان احنا ايه، كأنه فطار رمضان، الساعة 7 كلنا بنبتدي نروح. طب ما احنا بنتكدس وبنتكدس في كل مكان، وعشان نجيب حاجتنا قبل ما نطلع برضو بنتجمع عند اماكن. انا نفسي بس تستوعبوا وتفهموا، يعني كل حد فينا بيقول يا جماعة اقعدوا في البيت علشان كلنا نقدر ننزل. تمام. اللي انتوا بتعملوه ده بيظلم ناس تانية كتير جدا، لان كلنا قاعدين لغاية ما كلنا نخف، لان احنا كلنا في مركب واحدة، العالم كله في مركب واحدة. احنا اتكلمنا على العمالة اللي هي اليومية، واتكلمنا على اصحاب المصالح، واتكلمنا على ان طبعا كل الناس اغلبها اتأذى من الموضوع ده. بس كان يا جماعة احنا فعلا لازم ان احنا نراعي ان في بقى ناس اللي هي اللي كنا بنتكلم عنهم مع حضرتك معدومين اصلا بالزبط. ده بقى بيستني لما حد، ودول بيتعففوا اغلبهم اكيد، ما بيبقاش موجود في الشارع، ما بيبقاش لا دول عن تجربه فعلا بيتعففوا، فعلا بيتعففوا. فبالتالي يعني الاقل مناعه والاكثر حساسيه من النزول والاحتكاك، او اللي على مستوى من الثقافه كبير، فبالتالي ما بينزلش الشارع، بيخاف ان هو يروح عند حد فعلا. طب دول بقى هيبقى دورنا معاهم ايه؟ دول طبعا اخدوا مني تفكير كتير الفترة اللي فاتت، وانا بحيي كل حد قدر ان هو يقدر ينزل الشارع ويعمل حاجة. بس الموضوع برضو كان محتاج ان احنا نبقى، انا مبدئيا لما بنزل حاجة ببقى درس الموضوع الى حد كبير عشان نقدر نوصل للاهداف اللي احنا عايزينها. انا عملت حاجة جميلة كده، يا رب يا رب تقدر تفيد عدد على قد ما اقدر. عملت مبادرة اسمها قادر ابادر. الله. طيب دي مين المشارك فيها، ومين الفئة المستهدفة منها؟ المشارك فيها هو يعني أنا بجزء متواضع كده، ومعانا طبعا فريق كبير جدا، جزء من الإعلاميين وجزء من نفس المجال. وأي حد عايز يشارك بأي فكرة بأي موضوع بأي تضامن معانا، احنا هننزل الأرقام دلوقتي للتضامن مع المبادرة. أنا طبعا هكون سعيدة جدا، لأن أنا أكيد مش هقدر أعمل كل حاجة لوحدي، مش هقدر أعمل كل حاجة في كل المحافظات، فياريت الموضوع يعم على كل حد. الفئة المستهدفة أقدر أقول لك الفئة، يعني مش هقدر أقول اللي هم المعدمين، يعني هم الأقل كمان من الناس بتاعت العمالة اليومية. طبعا. يعني في ناس العمالة اليومية قادرين ينزلوا ويشتغل، احنا بنخاطب الناس اللي تحت دول. وأقدر أقول لك دي برضو من مميزات اللي احنا فيه، أنا ما فكرتش فيها قبل كده بس فكرت فيها دلوقتي. إذا كان عليا واجب أعمله من مكاني وما عملتوش. احنا بنحييكي والله، بنحييكي جدا جدا. انا قعدت بتكلم والله العظيم، انا قاعده بقالي مثلا اسبوع كده او اكتر بكلم جوزي، بقول له طبعا بحييه النهارده، وهو طبعا مشارك معايا جدا بالفكره طبعا، وموجود معايا قلبا وقالبا. واحنا طبعا من غيره مش هنعرف نعمل حاجه، يا رب لان احنا عارفين دور السوشيال ميديا في الوقت اللي احنا فيه، وهو طبعا بدوره كسوشيال ميديا هيقدر يظبط لنا الدنيا ان شاء الله. قعدت اقول له مصطفى انا عايز اعمل حاجه، يعني مش عارف اعمل ايه، عايزه اعمل حاجه، عايزه اعمل. فضلت اقول الجمله دي تقريبا كل يوم بالليل، بس انا طول اليوم بفكر انا عايزه اعمل حاجه، عايزه اعمل حاجه هادفه. كلنا بنطلع نعمل فيديوهات، وكلنا بنطلع نعمل اللي نقدر عليه، وكلنا بنقدر نوعي الناس على قد ما نقدر. فيديوهات توعيه بقى، توعية. يعني طب ممكن نستخدم الحاجات اللي انتشرت جديد زي تيك توك في التوعيه يعني؟ بصي ممكن نعملها، احنا كشعب مهزار باستمرار ودمنا خفيف طبعا، ده معروف عننا في العالم كله، بس ممكن نعملها بهزار. بس انت برضو انا واقف عند تفكيري، مين اللي بيتفرج على الفيسبوك والتيك توك وكل وسائل السوشيال ميديا؟ الناس المقتدرة اللي معاها موبايل ومعاها فلوس تعمل باقة انترنت. تمام. مش دول اللي انا عايزاهم. دول انا الفئة التانية دي انا حواعيها ازاي؟ انا حشاركها بايه؟ انا لازم اروح لها اشاركها، ادعمها نفسيا، اجيب لها دكاترة، اديها اكل، اديها فلوس تبتدي بروجكت كمان معين. احنا يعني احنا ما بنعانيش بس من مشكله الكورونا، احنا بنعاني من أغلب كل حاجه. لا ده احنا عندنا مشاكل صحيه تانية كتير بالظبط. كانت في مبادرات طبعا زي المبادره الرئاسيه ال 100 مليون صحه كانت بتقوم بالدور ده. فدلوقتي برضو القوافل الطبيه والكلام ده كله اكيد عشان التجمعات ابتدت ان هي تقل، اكيد طبعا في ناس محتاجه علاج. طبعا انا برضو المبادره احنا منظمين نفسنا جدا، احنا تقريبا كلنا شغالين اونلاين، بنتقابل بس في حاجات بسيطه جدا، هنتقابل مع بعض يوم ما ننزل ونوزع على القرى. بس طبعا هيكون في حذر شديد، وكلنا اخذين احتياطاتنا، لان احنا اكيد مش عايزين حد فينا يجرى له اي شيء. هيبقى المبادره دي هتقدم اكل،
هتقدم علاج، يعني كلنا لو عندنا أدوية كلنا عندنا درج كده حاطين فيه علاج ملوش أي لازمة ولا أي معنى، لما لا قدر الله بيحصل لنا حاجة تاني بيبقى العلاج دوت مش هو اللي أنا هاخده، لأن أنا حصل لي حاجة تانية غير الحاجة الأولانية، إلا لو كان علاج لمرض مستديم. بيجي علينا وقت نقول لا ده العلاج بقى اكسباير وبنرميه. أي اللي صح بنرميه في حد ممكن يحيا بيه. بالظبط. هي مش كلام أفلام. ممكن حد اللي أنا برميه فعلا عن تجارب، يعني عن تجارب مثلا مرة كان عندنا ورشة عمل في مكان يعني، وكان بالفعل يعني دخت، مش مشكلة بقى فلوس النهاردة، مشكلة إن في حد ممكن يدوخ بالظبط، لحد ما يوصل لمكان فيه صيدلية. ده طبعا في الأزمة اللي احنا فيها الاستيراد واقف والتصدير واقف وكل حاجة واقفة، فاللي معاه حاجة بتكون حاجة ثمينة جدا. السمين عندي ممكن يبقى، السمين عندك انت ممكن يبقى مش فارق معايا، والعكس صحيح. فاحنا بالظبط. هناخد العلاج اللي انت مستخدمه، بس طبعا هتكون حاجات كلها لازم تكون هناخد بالنا من مدة يعني مش الصلاحية أدوية بتاعتها. مثلا شرب مفتوحة ولا كده، لا لا ممكن. اكيد، لا لا، احنا هناخد بس التابلت، حاجات مقفولة، فوار مقفول، هنراجع الاكسباير، معانا طبعا دكاترة ومعانا صيادلة مسؤول عن الكلام ده كله. حلو جدا. هنعيد تأسيس وتأهيل العلاج من اول وجديد. اللبس نفس الحكايه، اللي مش فارق معاك فارق معايا، طبعا كلنا تخنا في الفتره اللي فاتت، فاللبس اللي تخنتي عليه ممكن جدا اختك اللي اقل منك في الوزن تقدر تستخدمه في بالظبط منطقه تانية، ممكن جدا بالظبط. دعوه حلوه ترجع لنا ابتسامه حلوه. يعني كلنا لازم نفكر في بعض، كل أكيد واحد فينا قاعد حاسس ان في حاجه مش فارقه معاه، في كده دولاب خزين في البيت بنبقى عاملينه في حاجات كتير جدا بنقعد بالشهور ما بنفتحوش، احنا عايزين الحاجات اللي جوه اللي انت اصلا مش عايز تستخدمها. بالظبط عايز بالظبط. تجدد عفش، طبعا كلنا هنقول مين بيجدد عفش دلوقتي، في يا جماعه ناس بتجدد عفش، وفي ناس بتتجوز، وفي ناس بتعمل كل حاجه، وفي ناس انا تقريبا ماشي قبل الحظر انا امبارح بساعة ماشيه، كان في عريس وعروسة فعلا. والله والله انا امبارح ماشيه العريس والعروسه طالعين من العربيه ماسكين ايد بعض فوق، والله اكيد انا كان معقمين. يعني ما يصحش ان انا كنت اصور، ما بقولش ما حدش اكيد يفرح، معقمين يعني. معقمين ايه، بس ما بقولش ما حدش، اصل المشكله ان هم كانوا عاملين زحمه وعربيات قدامهم وعربيات وراهم، احنا بس يعني ينقصنا الوعي للمشكله اللي احنا فيها. المشكله اللي احنا فيها بنبتدي نعيها جدا لما نلاقي صاحبي وصاحبتي وابن فلان وابن علان، كلنا كده لما لقينا الموضوع بدا يقرب قوي فرق معانا، بقينا عايزين نعرف ايه كورونا وايه اللي بيحصل دوت وكده. لكن وهي ارقام وخلاص بتطلع كل يوم، في ناس كتير جهله، في ناس كتير جهله بالشيء فعلا. طبعا. يعني بالشيء. لا يا جماعه ده هزار، لا دول بيشتغلونا، لا دول عشان يوقفوا التصدير، لا اي لا وخلاص. طبعا ننزل بقى يعني الناس العبقريه في الفوتوشوب، ننزل بقى باخبار مزيفه، نبتدي نعمل كم شير غير طبيعي، نبتدي نخوف الناس ونعمل الناس هلع، معرفش ايه السبب، مين المستفيد. بجد نفسي اتناقش مع واحد بيعمل فوتوشوب غلط، انت ليه بتعمل كده؟ يعني ايه مفيش مبرر، يعني بصراحة انا يعني مش مفيش وقته، مبرر. عارف مش انت لو وقته خالص. هتتشهر انت حتى اسمك مش مكتوب، يعني انت اسمك يا اللي بتعمل فوتوشوب علشان ترعب الناس اسمك مش مكتوب، فبالتالي انت مش هتتشهر، ولو اتشهرت بالطريقه الرخيصه دي انت هتنتهي في لحظه. احنا بالظبط. جاء علينا اليوم اهو اللي كل واحد راجع فينا لمقامه تاني، أكيد الناس اللي أكيد. ملهاش لازمه قاعده في البيت، والناس اللي ليها لازمه عملت مبادرات، نزلوا ودفعوا على قد ما يقدروا، ما بقولش ان هم عملوا كل اللي يقدروا عليه، طبعا الممثلين نزلوا عملوا حاجات برضو تحسب لهم، بالظبط. مش شرط ان هو عشان قال لك 50 اسره فهو غلطان، ليه ما قالش 100 اسره؟ واللي قال 100 اسره ليه ما قالش 200 اسره؟ ما هو معاه كتير. احنا انتقاد انتقاد. طب انت بقى عملت ايه؟ اتفرجت على الاعلان. وعيبت عليه ودخلت سخرت منه على السوشيال ميديا، فعجبني انا كساخر فعملت له شير، فبالتالي احنا عمالين نسخر من بعض ونشير حاجات ملهاش اي لازمه وحاجات ملهاش اي عايزه على بالظبط الفاضي. تمام. لكن انا قدرت اعمل ايه؟ انت ما فكرتش في ده لحظه، انت لو فكرت في ده لحظه مش هيكون ده دورك. اكيد. ولو كل واحد فينا عارف دوره النهارده كمواطن كلنا هنتقدم كل يوم اكتر من الاول، أكيد. كلنا هنقدر نعدي الازمه يوم بدري. انت متخيل احنا كنا، عايزه اقول لك يحضرني موقف، ان انا قريت حد من الزملاء عندي على الفيسبوك قال لك ايه، هو ال 40 دي ما بتتغيرش، بتاعت الصحه العالميه ال 40 41 والحدق يفهم. طب اهي بقت 120، بسطتي؟ ايه ده؟
حاجة غريبة ايه ده بصراحة. بجد يعني والله. احنا يعني بنتمنى الخير لنفسنا لا، ولأولادنا. وشغالين الفترة دي كمان، يلا يا بتوع الطاقة الإيجابية ادخلوا فرجونا. ما هو طب ما طبيعي ان ندخل احنا ما لازم نفركه. طبيعي، امال احنا نعمل ايه؟ طب نموت؟ لا يعني خالص. احنا لازم نعدي الأزمة دي. هم في الأول قال لك الموضوع يعني برضو من ضمن الإشاعات، وما خدناش بالنا ان اي فيروس او اي ميكروب او اي حاجة مع الوقت بيطور من نفسه هو كمان. بالظبط، فقلنا لا، ده بيصيب المسنين بس، احنا وكل اي كلام سخرية بننشره. أكن دول بالظبط، شفنا على مش على السوشيال ميديا بس، شفنا على قنوات كمان إن في أطفال بالظبط، في اطفال بيحصل لها أصيبت. فيروس. اصل احنا في حاجه، لا اصلها حرب بيولوجيه، اصلها جايه من امريكا، اصل جايه وات ايفر، هي أنت جايه منين؟ هي دلوقتي جت. في مرحلة مواجهة هي جت، مش في مرحلة. ندرس بقى بعدين هي جت من ايه ومين المستفيد وبعدين. يعني احنا لازم نعدي من الازمه دي، لان حتى لو اللي بيموتوا الكبار بس، ما هم اهالينا، ولا مش عارف والله. ما هم يعني اهالينا. يعني مش وصلنا شرط يكون لمرحلة ان ابويا او الكبير امي هنضحي بيه. عشان مش شرط يكون ابويا او امي عشان اتوجع. لا، مش شرط ان انا يضيع مني حد عزيز على قلبي عشان اقدر اقول لا يا جماعه خلي بالكم، ده في كورونا والمرض طبيعي. يا جماعه المرض طبيعي وفي ناس بتموت. يقول لك بكرة الجو فوقوا، يحرر وتروح. يعني لم يثبت علميا مصداقية الخبر ده. يعني بعض من الدكاترة قال ان هو احتمال يضعف نشاطه لكن مش هيروح. هو لو حمض نووي فعلا وبيتحد مع خلية في جسم حد تاني وبتغذى منها بالأكسجين أو بالطريقة دي، مالوش يبقى علاقة هو بقى خالص حر الكلام أو ده. غير حر، هو جوه حرارة الجسم بالظبط، متواصل معاها. احنا المشكله ان احنا كمان، يعني احنا برضو مش عايزين نضايق نفسنا بالعافيه، بس ناخد حذرنا. يعني احنا خلاص، في ناس برضو من اللي عندهم مشاكل 24 ساعه بنعرف اخبار كورونا، بنتفرج عن برامج كورونا، بنعيش في كورونا، عاملين لنفسنا قوقعه في كورونا. لا، برضو ده مش مطلوب وده مش صح. اعرف في اخر اليوم ملخص الموضوع، يعني وصلنا لايه، هنعمل ايه، وصلوا ومن العلاج مصادر ولا لا. موثوق منها اكيد، طبعا طبعا، من مصادر مش من موثوق اي منها. مصدر. على فكره احنا صفحه الرئيس السيسي نفسها ممكن تدخل عليها كمواطن عادي تعرف ايه اخر الاخبار. اكيد صفحه الوزارات كلها موجوده، صفحه كل القنوات اللي انتوا بتثقوا فيها اللي بتتفرجوا على برامجها بالليل، هاتوا صفحه القناه واتفرجوا عليها. لكن ما ينفعش تفضلوا تشير شير 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 لحاجات كلها غلط وكلها فيك. لا، وبقت الصفحة أصلا نفسها على الفيسبوك شبه بعضها، بالظبط الخبر بقى جاي متواصل من كل الناس. بالظبط. يعني نكتفي بواحد حتى يشير، طالما شفنا لا الخبر متشير ما نشيرش احنا لا، كمان. ازاي؟ لا ازاي؟ لازم يعني كلنا نشير حاجات غلط عشان كلنا نترعب اكتر. ويا ريتنا بنترعب ونقعد، احنا لا لا بنترعب وننزل ونعمل كيك. يعني مصر بسكوت كلها عملت العشر كيك. دقايق بالظبط كده. بسكوت العشر دقايق انتشر بطريقة. بص، ده مش وحش طالما ايوه هيخليني ابتسم واخرج من المود وقاعده في البيت، مش اه وحش. يعني انا مش ضد ده، لكن انا ضد ان احنا نحط نفسنا في قوقعه كورونا طول الوقت. دكتورة خلينا مروة، مبسوطين كده، احنا ويا كمان رب يعدي مبسوطين الفتره دي بوجود على حضرتك خير. انا معانا، اكتر والله. وحابين نقدم لك حاجة ربنا من يخليك، انت كلك ذلك ذوق على طول سعد يعني يا قلبك. دكتور. انا بجد نورتينا، مبسوطه جدا دي ان انا هدية معاك متواضعة النهارده. من البرنامج. ميرسي، ربنا ومرسي، يخليك، احنا كلك بنشكرك ذوق. نيابة عن كل الناس ربنا بالمبادرة يخليك، الجميلة اللي حضرتك يا رب نقدر قدمتيها نقدم لنا. بيها حاجة كويسة، ان ويا شاء رب الله نلاقي منها استجابة من كل الناس. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نقدم حاجة كويسة، وان شاء الله المبادرة هتكون مكملة معانا على طول، مش هتكمل معانا في الفترة او الازمة دي، لان انا متأكدة ان الازمة دي هتعدي جدا وهتعدي بسرعة. وان شاء الله ان شاء الله بكرة كلنا نتفرج على الكلام ده كله، ونقول ايام وعدت، وان شاء الله ان شاء الله رمضان يخش علينا بالخير بإذن الله. نورتينا ربنا ونورت يخليك، الاستوديو انا اكتر بتاعنا، جدا. احنا طبعا احنا متشكرين. حتى اهو مش بنسلم على بعض. اكيد اكيد. شكرا لك نورت يا الدنيا دكتور، دكتورة مروة، ربنا متشكرين يخليك، ليكم. مرسي لذوقك. زي ما شفنا كده في نماذج جميلة معانا في المجتمع، ممكن ان احنا نحذو نفس الحذو ونكون فعلا كلنا قادرين نبادر. انتظرونا في بعد الفاصل فقرة جديدة من استنونا، محضرين مفاجأة اصلا. بس كده. شكرا.